السلام عليكم، عبد الجليل اليكرومي، رئيس وطني لجمعية الدعم ومواكبة الشباب في التكنولوجيا المعلوماتية. لنا كل الفخر أننا نشوفوا هذه الجمعية المركزية ديالها كاينة في منطقة سيدي يوسف بن علي اللي هي المنطقة ديالنا، اللي الحمد لله هذه الجمعية اللي استطاعنا توصل 17 فرع إقليمي و36 فرع محلي في المغرب ككل. وكيف قلنا ان اليوم الريان الحقيقي اللي ولا عندنا، ما بقيناش كنقولوا ان الريان ديال 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 الشباب ولا شي حاجه، ولكن ندوي بعدا لواحد الريان ديال اننا نحيدوا العزوف ديال الشباب على العمل الجماعي. وهذا العزوف هذا راجع لعده اسباب متعدده، منها ان الجمعيات اصبحت يعني كتمشي لهذاك الشق السياسي، الجمعيات تتمشي نحو ما يتعلق بالمنح الى اخره، وفي حين ان الدور ديال المنح الحقيقي هو انه خصو يعطينا واحد الجمعيات اللي كتعمل بانشطه حقيقيه في تطوير ديال 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 الحياه ديال التاطير والتوجيه والتكوين ديال الشباب الى اخره. الحمد لله الجمعيه ديالنا خدات واحد الفكره اللي هي استثنائيه نوعا ما، اللي هي التكوين والتوجيه ديال الشباب كل ما عنده علاقه بما هو معلومات، يعني هذا الرهان العالمي اليوم اللي اصبح كما تنقولوا اصبح اليوم واحد الرهان حقيقي للشباب. يعني كاين رهانات في الانترنت مثل الديزاين، مثل مجالات اخرى اللي متعدده اللي كتعطي للشباب واحد الانفتاح على العمل الى اخره. وهذا الشيء هذا كامل نبع من هذه المنطقه، هذه المنطقه اللي سميتها منطقه سيدي يوسف بن علي، اللي كل ما اردنا نهضوا بها ونتكتلوا كمجتمع مدني، اللي اليوم دزنا من واحد المرحله اللي هي صعيبه. ان سيدي يوسف بن علي كان في واحد المرحله اللي هو بؤره حقيقيه ديال كورونا، بالفضل ديال المجتمع المدني وبتضافر الجهود ديال المجتمع المدني قدرنا اننا نوصلوا اننا نخرجوا سيدي يوسف بن علي من هذيك الوتيره كامله، قدرنا اننا نخرجوا سيدي يوسف بن علي تكون عنده واحد الطاقات اللي هي كبيره. واليوم الدور ديال الشباب اننا خصنا كما تنقولوا نشعلوا لهم هذوك البروجيكتورات ونوجهوهم انهم راه الرهان ديالهم كما تنقول اليوم الشباب الحقيقي. وحنا اليوم مقبلين على واحد المرحله في بلادنا اللي هي واحد المرحله تغييريه، اللي هي المرحله ديال الانتخابات. اما حال الوقت اننا نشوفوا الشباب كما تنقولوا في المشعل، اما حال الوقت يكون الدور الحقيقي ديال المجتمع المدني هو واحد الدور ديال التكوين ديال التاطير ديال التوجيه للعمل الحقيقي. والسلام عليكم.